Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ceritanya tanggal 16 Juni 2024 di Emirat udah Idul Adha ya guys ya. Kalau di Indonesia mungkin tanggal 17. Kalau di sini lebih cepat sehari. Jadi hari ini kita akan sholat Id Idul Adha di masjid dekat sini. Nah, seperti apa vlog sholat Idnya? Langsung aja kita berangkat karena soalnya jam sekarang jam 5.35. Sholatnya sekitar jam 5.45 gitu. Karena 15 menit setelah terbit matahari ya. Langsung aja kita jalan biar enggak telat, tapi apa? Karena kalau telat enggak kebagian tempat. Ini kondisi masih agak gelap. Itu lampu aja rumah sebelah belum dimatiin. Suaranya takbir udah menggema. Itu lampu belum dimatiin ya. Itu. Jadi jarak ya sekitar 5 menit jalan kaki ya guys dari rumah majikan lah. Jalanan masih sepi. Tuh lampu belum dimatiin. Matahari juga sunsetnya masih belum kelihatan karena terbitnya sekarang ya, mungkin terbit di jadwal itu sekitar jam 5.33 di jadwal aplikasi ya. Masjidnya, menaranya sudah kelihatan dari sini juga. Dari sini nggak ada teman berangkat. Ini kan masih rumah-rumah baru, ini mungkin baru ditempatin nah, mungkin 1 bulan 2 bulan baru-baru semua. Ini baru ini dua ini keluarga besar katanya ya. Ini kan rumah baru nih, ini belum ditempatin. Cuma itu aja lampunya masih belum jadi pasang ini. Terus itu sama itu tuh keluarga katanya, kata majikan, katanya semua orang tahu orang itu ya, mungkin pejabat atau apa kurang tahu, tapi kata majikan orang sini tahu lah. Sini ini juga rumah baru, ini orang Mansuri. Ya, burung. Masjidnya. Tuh, masya Allah, masya Allah. Tuh, mataharinya. Sunrise. Ya. Itu kalau di situ udah dekat masjid udah banyak orang. Suasana di sekitar masjid. نفرح فيها بالأفضال والرحمات
والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه ومن تبعه ما دامت الأرض والسماوات. أيها المؤمنون، إن هذه القيم الإسلامية الصافية والمبادئ الإنسانية السامية التي جاء بها ديننا الحنيف وأكد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا يستغني عنها مجتمع ولا ينبغي أن يخلو منها زمان، فهي قيم مستدامة ومتجددة وضعها نبينا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا لتكون مغراسا للإنسانية وضياء تهتدي به البشرية، وإن الإسهام في بثها ونشرها وحمايتها من كل ما ينافيها من تطرف وتشدد مسؤولية فردية ومجتمعية. بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع إذ قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فتلكم يا عباد الله هي قيم ديننا التي نستحضرها في عيدنا ونتمثلها في حياتنا. وإن دولتنا المباركة دولة الإمارات العربية المتحدة لسباقة دوما إلى نشر هذه القيم الحضارية ورعاية هذه المبادئ الإنسانية. يستشعر ذلك من يعيش على أرضها وينعم بخيراتها، حيث الحقوق محفوظة والكرامة مصونة، ويشهد القاصي والداني بمساعداتها الإنسانية، فهي يد خير ممدودة بعطاءات غير محدودة. أينما حلت نزل الخير والرخاء والاستقرار والنماء. رسالتها حماية الإنسان ومساعدته والوقوف معه ومساندته. فكم من مريض عالجته وكم من محتاج ساعدته. فلنجعل من عيدنا مناسبة للاحتفال بقيمنا وإسعاد غيرنا وإدخال السرور على أسرنا والتوسعة على عيالنا والتواصل مع أرحامنا والنهد إليهم من أضاحينا التي نتقرب بها إلى ربنا عملا بقوله: فصل لربك وانحر. فذلك من تمام مناسكنا وفرحنا بعيدنا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم املأ بالسعادة قلوبنا وبيوتنا ووطننا، وزدنا طمأنينة وهناء واستقرارا ورخاء. اللهم اجعل عيدنا هذا عيد خير وبركة ومودة ورحمة ومحبة وصلة، وأعده علينا وعلى أبنائنا وأسرنا ووطننا وقيادتنا باليمن والخيرات. اللهم تقبل من الحجاج حجهم ويسر لهم مناسكهم واحفظهم في أنفسهم وأهلهم، وأعدهم سالمين إلى وطنهم وقد غفرت ذنبهم وشكرت سعيهم. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين
لما تحبه وترضاه. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مفهوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. أعاد الله تعالى هذا العيد عليكم بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sudah selesai. Mau pulang. Masjidnya masih ramai. Alhamdulillah. Akhirnya sudah selesai. Kita mau pulang. Alhamdulillah tadi masuk itu masih ada tempat ya guys ya, di dalam. Kalau tahun kemarin itu bukan tahun kemarin, yang Id kemarin Idul Fitri itu aku nggak dapat tempat karena kesiangan satu. Terus ya, walaupun alhamdulillah masih bisa sholat Id, tapi aku itu bodohnya lupa bawa sajadah. Tapi hari ini bawa sajadah, tapi alhamdulillah masih dapat tempat. Mataharinya di atas. Subhanallah. Jadi nanti insyaallah ya, kata majikan itu semalam nyari apa itu, besi yang buat gantungin kambing daging itu kalau nyembelih. Insyaallah nanti, nggak tahu ya, informasinya belum jelas. Tapi katanya saudaranya tadi semalam kan ke rumah, katanya mau nyembelih di tempat perkebunannya itu bapaknya majikan perempuan. Tapi kata anak majikan nanti apa, kalau sekiranya waktunya nggak ada terlalu ribet di sana, tiga orang atau matiin dulu. Kalau ribet nggak banyak orang, kan saudaranya banyak, nyembelihnya kelamaan. Nanti katanya mau disembelih di rumah sendiri. Kayak tahun kemarin kan disembelih di rumah sendiri akhirnya. Karena di sana tempatnya kecil, terus lagi angin terus debu. Di dagingnya apa? Kotor. Jadi majikan memutuskan untuk dibawa pulang disembelih sendiri. Aku, majikan, anaknya satu sama sopir. Alhamdulillah juga bisa. Ya itu, ya udah gitu dulu deh guys, vlog sholat Jumat hari ini. Ya moga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.